السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، سواعد أمل وحلقة جديدة. منظمة رائدة وسباقة في تلمس احتياجات المجتمع وتقديم المبادرات وتنفيذ المشاريع. منظمة بلد، منظمة مجتمع مدني سورية غير ربحية وغير سياسية، تهدف للعمل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومجالات السلم الأهلي، وتعمل في العديد من المجالات الإغاثية والتنموية والتعليمية. منظمة بلد ستكون محور الحلقة لهذا الأسبوع، من هي، كيف تعمل، وأهم مشاريع التنموية، وكيف لبت نداءات الاستغاثة العاجلة. سيكون هنا معي في الاستوديو ضيفاي الأستاذ فادي فاعل، رئيس مجلس الإدارة في بلد. أهلا بك سيد فادي. أهلا وسهلا بك. والأستاذ مجد الشابي، مسؤول تنفيذ المشاريع. أهلا بك. أهلا وسهلا. دعونا بداية أن نشاهد التقرير عن بلد ونعود لنبدأ الحوار. تعمل بلد على نشر ثقافة العمل التطوعي والخدمة الاجتماعية والحفاظ على البيئة، وخاصة في حالات الحروب والكوارث التي تنتج عنها، وتأهيل الأفراد لتكون على قدر من المسؤولية، إضافة إلى دعمهم ليصبحوا أصحاب مشاريع عبر تأمين المستلزمات الخاصة. أنه ننشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب السوري الآن، ما يكونوا مهتمين فقط في جزء العسكري أو أجزاء تانية اللي هي ربما تكون ضرورة جدا وعالية كتير، باعتبار إلى اختصاصينا. نحن عم نحاول ننشر أولا ثقافة تخصص، أن هناك الجميع مشارك، المهم أنه يكون في عنا النوايا الطيبة زائد القدرة على الإنتاج لتنطلق إلى منظمة مبادرة. في أوائل عام 2014 وبالتحديد في السابع من شهر شباط، تم تحويل المبادرة وترخيصها كمنظمة لتكون نقلة نوعية في تاريخ بلد، وذلك جاء نتيجة طبيعية لاتساع العمل والكادر البشري ووجود نظام داخلي في المبادرة والانتقال إلى العمل المؤسساتي المنظم أكثر فأكثر. سبب فكرة انطلاقنا للمنظمة مثل ما ذكرت هي الانطلاق والتواصل مع المنظمات الدولية والمنظمات العالمية. أهلا بكم مجددا أستاذ فادي وأستاذ مجد، شاهدنا التقرير. أستاذ فادي، نبدأ معك. من مبادرة إلى منظمة مبادرة، كيف تأسست بلد؟ الله يبيك، أهلا وسهلا بكم. بالنسبة لمبادرة بلد أو بالأحرى منظمة بلد، هي فعلا بدأت بمبادرة من الإخوة الشباب المتميزين في حلب، عندما حصلت فجوة في أداء المؤسسات الحكومية عندما غادرت مناطق سيطرة الثوار في المناطق المحررة. هنا حصل فجوة تنفيذية وأيضا إشرافية من أجل متابعة أداء المؤسسات الخدمية. طبعا كانت الغاية من تفشيل العمل الثوري من خلال إيجاد إشكالية في غياب هذه الخدمات عن المواطنين، مما يسبب فوضى وإشكالات من أنواع كثيرة جدا. نعم. وحصل هذا الموضوع بمبادرة من الأشخاص الواعين كما قلت، بحيث أنه يتابعوا أداء هذه المؤسسات حتى في غياب النظام. طبعا هم مجموعة من الخبراء أيضا في كل المجالات الممكن تكون تلزم من المياه وخدمات وخدمات بلدية ونظافة وتأمين حد أدنى من متطلبات الغذاء وحد الأدنى من متطلبات الطاقة، يعني بمعنى آخر مستلزمات الحياة. هنا بدأت المبادرة تأخذ شكلها الأولي، وأيضا لسد الفجوة في المناطق التي غادرها السكان من منطقة اشتباك. هذا بعد ما دخل الجيش الحر في 2012 على حلب، في تموز 2012. حصل مثل ما بتعرفوا خروج مفاجئ لآلاف سكنوا في مناطق أيضا الموجودة حاليا في مناطق النظام في المدارس والمؤسسات العامة. أيضا قدمت بلد بعض مبادرات هنا في تأمين حد أدنى من احتياجاتهم نتيجة الظرف الطارئ للنازحين إلى منطقة النظام، وأيضا النازحين في مناطق
المحرر. نعم، هذا كانت بداية فكرة بلد. نعم، وهناك وهنا اجتمع الإخوة حول التأسيس، بداية كيان من المبادرين لسد هذا الفراغ. نعم، بعد ذلك غادرت حلب وأتيتم إلى تركيا. نعم، وتأسست المنظمة. نعم، حصل نتيجة اختلاف طبيعة الحياة وطبيعة الثورة، انتقلت إلى مستوى آخر، لم يعد في الإمكان هناك جدوى بالوجود في حلب نتيجة المتابعات والملاحقات، وبالتالي حصل خروج لغالبية أعضاء منظمة بلد في تركيا نتيجة الظروف الجديدة والمتطلبات الجديدة والاحتياج الممتد زمنيا لفترة طويلة، ما عاد الأمور تتحمل العمل على مربع الطوارئ فقط الطارئ والعاجل والإسعافي، إلى احتجنا إلى أن نكون في مربع آخر هو فيه شيء من التخطيط، فيه شيء من التحضيرات، وبالتالي احتاج الأمر أن يكون أكثر مؤسس. نعم. العمل المؤسسي يحتاج أن نتحول من مجرد مبادرة تحمل نوايا طيبة وقدرات وخبرات متنوعة إلى جمعية منظمة تستوعب هذه الخبرات، تستقطب خبرات جديدة، وتكون قادرة على تقديم خدمات أكثر احترافية. نعم. بالانتقال إليك مجد، الفئات التي تستهدفها بلد، يعني هناك حدثني قبل التسجيل أن في معايير تعملون عليها لإيصال المساعدات، حبذا لو تضعنا والمشاهدين في صورة هذه المعايير. نعم، هناك عدة معايير تنتهجها منظمة بلد لإيصال المساعدات للأسر الأكثر حاجة والأكثر فقرا. بعض هذه المعايير أن يكون رب الأسرة هو امرأة، عائلات نازحة موجودة في تجمعات مخيمات أو أبنية غير مكتملة الإنشاء، وجود داخل العائلة الواحدة عدد كبير من الأفراد، وعائلات لا تمتلك الحد الأدنى من الدخل أو أن ليس لديها أملاك ترد عليها. نعم. نعم أستاذ مجد، دعنا نتحدث قليلا عن العمل داخل سوريا داخل البلد، كيف تعملون أنتم؟ تركز عمل تقريبا في حلب فقط على ما أعتقد. العمل الأكثر يكون في حلب، ولكن نحن كمنظمة مجتمع مدني طرقنا أبواب ريف اللاذقية في عدة مشاريع، وريف حماة وريف إدلب، ولكن العمل الأكثر يكون في حلب. نعم. هناك عدة مشاريع قمنا بها في ريف اللاذقية، كانت مع تزامن الشتاء، كانت كطوارئ يعني، وريف إدلب وريف حماة أيضا. طيب مجد، ما هي أهم المشاريع التي عملت عليها بلد تأسيسها حتى الآن؟ المشاريع الأهم كانت ذات طابع تنموي، كمشروع بيت المونة الذي استهدف حوالي 250 امرأة لإنتاج المنتجات التموينية المستهلكة، دبس بندورة ودبس فليفلة وملوخية، وإعادة طرح هذه المنتجات في السوق بغية كسر الأسعار الموجودة وإعادة تدويرها. من المشاريع التي تعمل عليها بلد حاليا وما تزال هو مشروع زاد للخبز المجاني. حقيقة هذا المشروع مهم جدا، لأنه يعمل ضمن دورة اقتصادية كاملة، فمنظمة بلد قد قامت بشراء القمح مباشرة من المزارعين بالسعر الذي حددته المؤسسة العامة للمطاحن والحبوب بغية مساعدة المزارعين، وإيمانا من منظمة بلد بدعم الحوكمة ودعم مؤسسات الدولة الناشئة، مؤسسات الدولة السورية الجديدة الناشئة إن شاء الله، فقمنا بالتعاقد مع المؤسسة العامة للحبوب للإشراف على عمليات الشراء والطحن والنقل لمواد الخبز المجاني الذي سنقوم بتوزيعه. مجاني بدون أي مجاني مقابل؟ مجاني، مجاني بدون أي مقابل أبدا في مناطق حلب والأتارب ودارة عزة. في أعداد مستفيدين تصل ببداية المشروع كانت 5000 مستفيد، بزيادة تقدر 10% شهريا، وما زال المشروع قائم حتى الآن. الآن نحن في المرحلة الرابعة منه إن شاء الله. أديه صار له المشروع مستمر؟ المشروع بدأ في 19/9/2015 وما زال قائم حتى الآن. هناك أيضا مشروع تأهيل 7 أقبية لتصبح آمنة للتعليم للأطفال،
المدارس الأطفال واليافعين مدارس في تحت حلب الأرض مدارس تحت الأرض نعم، وتأمينها بشكل كامل برواتب المدرسين والنفريات والوقود والمحروقات تدفئة والإنارة وإعادة التأهيل بشكل عام لهذه المدارس ووضعها في الخدمة لتكون منارة جديدة لأطفالنا إن شاء الله. أستاذ فادي بالعودة إليك، هناك مشروع تعليمي قيد الإنشاء على ما أعتقد كما قلت لي سيكون في حلب، حبذا لو تعطينا فكرة قليلة عنه. المشاريع التعليمية القادمة هي عبارة عن تبني حزمي من الأطفال المحرومين من التعليم وإعادة دمجهم في العمل التعليمي من جديد بمبادرات أيضا جمعيات زي جمعياتنا نحن وجمعيات أخرى، لا يخرج كونه عن المنظومة العامة للتعليم حتى ما يكون في أي تباين في المناهج أو تباين في طرق التعليم. نحاول أن نكون ضمن التيار العام، ضمن التيار التعليمي اللي نحاول يحمي أولادنا من عملية التجهيل التي حصلت أيضا بالتوازي مع كل ما سبب لهم من أذيات. نعم. أستاذ فادي، كيف استطاعت بلد تقريبا صار لها سنتين فقط هي كمنظمة فاعلة في المجتمع السوري، كيف استطاعت أن تكون موجودة أو تثبت دورها ضمن هذه المنظمات؟ الحقيقة منظمة بلد منظمة قائمة على أفراد مبادرين، تعرف المبادرين عادة هم تحركوا من دون أي دافع آخر، يعني مبادرة فقط حب البلد، حب خدمة الناس، الإحساس العالي في الاحتياج إلى من يقوم في هذا الواجب هو اللي جمعهم أول شيء. وبالتالي أعتقد بلد تتميز بمجموعة من الخبرات المتميزة الاستثنائية حقيقة، واللي كلهم لهم بعد رسالي في العمل الخير، ليس هناك أهداف أخرى لا إيديولوجية ولا حتى حزبية ضيقة ولا أي مشروع سياسي لنا، نحن فقط يجمعنا حب بلدنا وبعد رسالي مثل ما حكيت اللي هو بيعطي القيمة الأخلاقية للعمل الخير. نعم. سنتحدث بعد الفاصل أستاذ فادي عن الاستجابة الأخيرة لحلب وريفها، لكن بعد الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين. في ظل الهجمة الشرسة لروسيا وميليشيات الأسد على حلب وريفها الشمالي، لاح شبح الحصار للمدينة ومعاناة أهلنا في الريف الشمالي ونزوح أكثر من 50,000 مواطن إلى معبر باب السلامة. كيف استجابت بلد لهذا الموضوع؟ سيكون المحور الثاني من الحلقة. لو بدأت معك أستاذ فادي، كيف استجابت بلد لموضوع حصار حلب والنازحين من الريف الشمالي؟ طبعا دي فاتني أذكر أنه عندنا فريق يعمل في الداخل، أكيد باعتبار نحن الأصل في حلب، نحن الآن مؤقتا نقوم في عملنا في تركيا في عنتاب. الفريق في داخل حلب مدنا في بعض معلومات باستمرار، يعطينا معلومات عن آخر تطورات ما يخص عملنا الإنساني. واضح أن الإعلام كان مؤثر جدا على حالة نزوح جماعية حصلت المدينة حلب خوفا من الحصار إلى الريف. نحن قمنا مباشرة في تقديم سلال غذائية ولعدة أسر نازحة من حلب اتجهوا باتجاه أتارب ودارتز، قدمنا سلال غذائية وبطانيات وما يلزم للوقاية من حالات الجو السيء. نعم. وأعتقد بعض التفاصيل ممكن تكون تفاصيل مجد عن الاستجابة السريعة. الاستجابة السريعة كانت بداية فريقنا في الداخل السوري أجرى مسح كامل لمعرفة العائلات اللي نزحت لمناطق الريف الغربي تحديدا، كوننا نعمل هناك ولدينا مكاتب في مدينة الأتارب ومدينة دارة عزة. كانت الإحصائيات لحد تاريخه لحد الآن 1500 عائلة نازحة في الأتارب والقرى المجاورة لها و1000 عائلة نازحة في دارة عزة والقرى المجاورة لها. بداية حاولنا تغطية مستلزمات وحاجيات هؤلاء النازحين من المواد الأساسية كالخبز والسلال الإغاثية بشكل بسيط. يعني هناك استجابة حاليا، هناك مشاريع قيد
تجهيز قيد التنفيذ إن شاء الله مشروع خبز خاص بالنازحين، مشروع سلال إغاثية بحوالي 5000 سلة غذائية توزع عليهم، مشاريع سلال صحية وسلال بطانيات وفروش وأدوات مطبخية بغية تخفيف ألم النزوح عليهم. نعم أستاذ فادي، شبح الحصار يلوح حول مدينة حلب، في حال حصرت حلب لا سمح الله، هل لدى بلد خطة ما ممكن الاستمرار عمل مشروع الخبز هذا؟ صاركم مستمرين فيه 5-6 شهور، هل هناك خطة بديلة في حال حصرت حلب؟ الحقيقة موضوع الحصار هو يعني يقع في مساحة أكبر من احتمالاتنا كلها، يعني أكيد في أمور سنكون لا شك مبادرين بها طالما نحن كنا وما زلنا في هذا المجال، ولكن ما زلنا حتى اللحظة نقوم بدراسات سريعة وعاجلة لتقديم المساعدات استباقيا، بحيث نجهز بعض الصالات في الداخل ما تحيج السكان إلى طلب المعونة بشكل سريع. ولكننا فعليا قمنا بنقل كميات كبيرة من الطحين من مستودعاتنا الموجودة في الأتارب ودارة عزة إلى مدينة حلب خوفا من الحصار. نعم نفس الشيء، هذا هو اللي منحاول، ولكن أتمنى أن لا يكون هذا إن شاء الله إن شاء الله ما بصير. الآن أستاذ فادي، دعنا ننتقل للبعد التنموي للمنظمة، هل حققت بلد أثرا ملموسا بالشارع السوري على مدى السنوات الثورة؟ يمكن نحن صعب كبلد ندعي ذلك، ولكن نحاول لا شك أن يكون لنا بصمة في شبابنا وفي مجتمعنا ليخرج من حالة التغييب العمل المجتمعي. نحن نحاول أن نصنع نموذج الحقيقة أمام الجميع بيحتذى أمام مبادرة في العمل المجتمعي، باعتبار هذا العمل كان مسروق من النظام أكيد. والآن تم استعادته وتم التفاعل معه، ربما بداية كان بنوع من الارتجال وبنوع من العفوية، محاولة تنظيم العمل المجتمعي، محاولة الدخول إلى الخدمات الاجتماعية وتفعيلها، هذا الحقيقة اللي نحن نتوقع أنه كبلد لها دور فيه، أسست له وجهزت له، بدي الشباب ينجذب إليه، وبالتالي الكوادر اللي تنضم لنا كوادر ما يعني نعتنى فيها، لهم حق أن نحاول تطوير إمكاناتهم وبناء وتحسين. أستاذ فادي، الصعوبات التي واجهت عملكم عندما كنتم في حلب حدثنا عنها قليلا. صعوباتنا حقيقة أيضا صعوبات في الغالب كان صعوبات لوجستية خدمية، وبالتالي نتيجة تضييق النظام على حركتنا هذا أدى إلى إشكالات كثيرة. نحن فقدنا كثير شباب رائعين، الشهيد أمين عبد اللطيف، الشهيد إيمان لبني، والشهيد فراس الهيب، وأيضا إصابة أستاذ عبد الرحمن الحمد. فكان فقدنا 3 شهداء وإصابة، وهدول كانوا من مؤسسين مبادرة بلد. من هذه الأرقام يمكن توقع ما هي المصاعب التي كانت تكتنف هذا المسار. أكيد. وبالتالي أيضا أعتقل 10 من مبادرة بلد من المجلس التأسيسي أيضا في الأمن العسكري، والقصة أيضا معروفة. نعم. كان في معاناة منهم. نعم. سيد مجد، الآن الصعوبات التي تواجه فريق العمل في الداخل ما هي؟ أكثر الصعوبات التي تواجه فريق العمل الطريق، في حال تم قطع الطريق عدم وجود إمدادات سريعة ودائمة، ولكن في الحقيقة نحن كمنظمة بلد نمتلك شعبية جيدة على الأرض، نتعامل بشكل جيد مع المجالس المحلية خصوصا في مدينة دارة عزة والأتارب. الصعوبات الأكثر التي نواجهها هي النازحين، الدراسات التي تقوم على أعداد نازحين، على أعداد قائمين موجودين في المدينة، ثم يكون هناك نازحين، وبالتالي يكون هناك صعوبات لتنفيذ المشاريع، الدراسة لا توافق الواقع. أكيد. أستاذ فادي، ماذا عن شراكات مع المنظمات الأخرى؟ الأزاي مفتوحة أكيد مع الجميع، نحن أعضاء مشاركين وأيضا فاعلين في عدة تجمعات مؤسسات وتقدم خدمات للسوريين. نفس الكلام اللي ذكرته من شوي، نحن نحاول تقديم نموذج عن عمل تشاركي والتكامل،
لا شك لا يمكن لأي مجموعة أو لأي جمعية أو لأي مؤسسة أن تقوم بتغطية كافة النشاطات. نحن نحاول أن نتشارك مع الآخرين فيما نحن نمتاز به في طبيعة العلاقات، في مجال التأثير، في مساحة التأثير تحديدا، وجميعنا في اهتمام واحد أكيد. وبالتالي هناك دائما في عمل الحمد لله مع باقي المنظمات إن شاء الله. أين ترى منظمة بلد في المستقبل أستاذ فادي؟ أتمنى أن تكون أيضا تمتد في شراكاتها وفي تقديم مزيد من الخدمات إلى أبنائنا وإلى أهلنا في سوريا. أراها متميزة إن شاء الله تعالى بكادرها وطاقاتها وشبابها، أراها متجددة دائما في مشاريعها وفي كوادرها البشرية. شكرا جزيلا لك أستاذ فادي. السؤال لك مجد أيضا، أين ترى بلد في المستقبل أنت كمسؤول المشاريع فيها؟ إن شاء الله أراها حجر أساس وحجر زاوية مهم جدا في بناء المؤسسات المستقبلية لسوريا المستقبلية. إن شاء الله نتمنى ذلك. ستكون إن شاء الله بلد وجميع المنظمات الأخرى حجر أساس في سوريا حرة إن شاء الله تعالى. شكرا. أشكركم لحضوركم إلى هنا. شكرا جزيلا. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي الحلقة لهذا الأسبوع، على أمل أن تلتقي سواعدنا يوما لنكون معا سواعد أمل. دمتم بخير وإلى اللقاء.